معي عبر الهاتف الإعلامي ناصر الشليلي. ناصر، مرحبا بك. يعني هذه الممارسات التي تمارسها الميليشيات، يعني كيف يقرأ السكان ذلك في ظل هذه المعاناة؟ كل ما تقوم به الميليشيا من اعتداءات ومن إجراءات تعسفية بحق المواطنين سواء في البيضاء أو في غيرها من محافظات الجمهورية هي طبعا ضمن مخطط هذه الميليشيا لبسط سيطرتها ونفوذها على المناطق التي وقعت تحت سيطرتها حتى هذه اللحظة. هناك الكثير من الوسائل التي تمارسها هذه الميليشيا لفرض نفوذها وسيطرتها وإجبار الناس وإخضاعهم لسلطة الأمر الواقع ولسلطة الإرهاب والدجل والشعوذة التي تمارسها هذه الميليشيا على أبناء المناطق التي لا زالت تحت سيطرتها، ومن ضمنها ما تقوم به الآن تحت مسميات عدة، منها المجهود الحربي ومنها جمع التبرعات للمولد النبوي وإكراء استشهاد الحسين وكربلاء مناسبات كثيرة لا حصر لها. كلنا يتابع ما يحدث خلال اليومين الماضيين في صنعاء وفي بقية المدن التي لا زالت تحت سيطرة هذه الميليشيا من فرض أتاوات بالقوة على أصحاب المحلات وعلى أصحاب المزارع وعلى أصحاب المصانع وعلى حتى الناس العاديين، حتى المؤجر الذي مؤجر الذي لديه عدد من المستأجرين يفرض عليه مبلغ شهري وبعضهم مبلغ نصف سنوي جمعا لأموال كثيرة. هناك عملية ثراء فاحشة للجماعات القيادية التابعة لهذه الميليشيا من عرق وجهد وتعب المواطنين. نعم. ما يقومون به سواء في البيضاء أو في غيرها هو يندرج تحت مخططهم القذر لإخضاع الناس وفرض سيطرتهم على هذه المناطق. نعم، ماذا يعني أيضا السطو على المواشي وذباحتها على مرأى ومسمع من أصحابها؟ هم سطوا على البلد بكله، هم سطوا على البلد بكلها وسطوا على رقاب الناس، فما عاد تفرقش يعني انه يسطي على 2 غنم ولا على 10 غنم. نعم. بالنسبه انا اتكلم عن هذا الموضوع بالنسبه للمواطنين، ما عاد فارقه معهم اذا كان قدر يقتل المواطن ويسجنه ويختطفه وياخذ ماله، فما عاد تفرقش معه انه يزيد يكمل البقيه وياخذ عليه 2 غنم او 3. نعم. هم هذه الجماعات الدينيه تاتي عن في الجماعات الدينيه سواء الحركه الحوثيه او غيرها من الجماعات الدينيه، هي تاتي لسلب اموال الناس بطريقتين، تبدا بجمع التبرعات وتنتهي بفرض الاتاوات. هذا ما نلاحظه اليوم من جماعه الحوثي. جماعه الحوثي بدات أول ما بدأت سيطرة على المناطق بدأت بجمع التبرعات، وكانت تمر على المحلات بسند ب50 ريال ب100 ريال. الموضوع تطور، ولأنه هناك للأسف الشديد خضوع وخنوع من المواطنين، ولأنه لم تحدث حتى هذه اللحظة ثورة شعبية حقيقية، فهم يرون أنه بإمكانهم أنهم يرفعوا السقف. نعم. اليوم بفرض 50 ريال، الأسبوع الجاي 1000، اللي بعدها بفرض 10,000، وعملية مضاعفة كبيرة. والله العظيم إن إحنا نتابع ونسمع قصص مؤلمة ومحزنة عن كمية الظلم والقهر الذي. نعم. يمارسونه ضد التجار، ضد فئة التجار بالذات في أمانة العاصمة وفي غيرها من المدن، أمر لا يمكن أن يتخيله أو يتصوره عقل. نحن لا نعم. لا تصل إلى الإعلام وصلت كل الانتهاكات، وصلت لا تصل رسالة إلى الإعلام كل هذه الممارسات. انتهى وقتي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. ناصر الشليلي الإعلامي، كنت معي عبر الهاتف.